ايوه نعمة صدقوني يا ناس، نعمة احنا ما نستاهلهاش. عمل إلهي عجيب ما كناش نتوقعه. صار واحد فعلا. لا صراحة أصلا العمل ده والمش عارف العجنة دي بجد ما تتوقعش يا زكريا والله. من غير ما تقول أنت، حد فيكم كان يتوقع؟ بصراحة أنت، أنا عارف أنتوا وحشين أصلا. أنتوا حد فيكم كان يتوقع إنه يعمل كده، يكون هناك ويجي هنا ويكون من هنا ويتبسط تلاقيه ما بقاش هنا فبقى هناك، واللي هناك بقى هنا وهنا وهناك؟ أنتوا شفتوا حاجة زي كده؟ محدش يتوقع هذا الأمر أبدا أبدا. صدق ولا بد أن تزندق. محكوم عليه بالإعدام، محكوم عليه بالإعدام، بص بقى المثال ده، ما اسمعوا كناش المثال ده. نتوقعه. صار واحد محكوم عليه بالإعدام، محكوم عليه بالإعدام، يصبح الصبح يقولوا له براءة. نعم، الله الله، الله. ده كان يائس. كان عارف القضية إعدام ثابتة، ماشي، بس جه العفو الإلهي. نعم، العفو الإلهي. شفت إزاي؟ وينبغي يصدق. طب شوف بقى انت دي، ما هو خد بالك المثال اللي ضربه فيه نقص. عارفين ايه هو النقص؟ ان مين اللي هيشيل الاعدام مكانك؟ المفروض الاله. يبقى العفو الايه؟ مثلا افترضنا دلوقتي واحد عامل شيء يستوجب الاعدام وداخل منتظر حكم الاعدام، جه السجان. مين؟ انا السجان. يلا انا طالع للاعدام. قال له لا انت مش هتطلع تتعدم. الله الحمد لله مش هطلع اتعدم، مع انه هو مستحق الاعدام يعني بحسب فكرهم، بس حلو مش هستحق الاعدام. ليه يا عم؟ انت جالك عفو الهي. طب الحمد لله، والاله اللي هيتعدم مكانك؟ جالك عفو الهي، ايوه، والاله بتاع زكريا بوزروت هيتعدم مكانك. ليه؟ ده احنا بنضرب في لا طب خلينا اضرب لكم مثال واقعي. رئيس السجن، رئيس السجن. احنا مش هنضرب بقى على الاله، خلينا احنا متواضعين شويه وننزل. وحتى تقولوا لي انتوا ايه رايكم في هذا الامر وفي هذا الرجل؟ سجان جه يا حكشه. نعم يا فندم، انت الاعدام اللي كان جاي لك. ايوه يا فندم، خلاص اتمحى، جالك عفو مثلا من رئيس السجن. طب الحمد لله، ورئيس السجن هيتعدم مكانك. مين؟ رئيس السجن هيتعدم مكانك، يلا عشان تشوف رئيس السجن هو بيتعدم مكاني. ايوه. ليه يعني؟ ليه؟ ايه رأيكم، ايه رأيكم لو جينا حكمنا على رئيس السجن يتعدم مكان الجاني؟ ما رأيكم في هذا الكلام؟ أليس جنان؟ جنان جنان والله العظيم. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. أنا ساعات لما بقرأ هذا الكلام بحس إن أنا عايز أطبق كما في الكتاب المدعو المقدس. ها؟ أه؟ يلا شباب، ده أعمل البث بمشاركات وتعليقات، الله يرضى عليكم. العدد أصلا قليل كمان، مش هينفع كده. يلا يا شباب. مشكلة والله العظيم، مشكلة. شوفوا أنا أول ما أسمع حاجة زي كده والكلام ده كله والمثال ده، عارفين بفتكر إيه؟ أيوه، بفتكر النص اللي في الكتاب المدعو المقدس في سفر عزرا. بصوا بيقول إيه؟ بس أنا مش هعمله برضه عشان أنا شعري غالي عليا. في سفر عزرا إصحاح 9 عدد 3 بيقول لك: فلما سمعت بهذا الأمر، فلما سمعت كلام زكريا بوزروت عملت ايه؟ مزقت ثيابي، ايوه، وردائي، ايوه، ونتفت شعر راسي وذقني، ايوه، وجلست متحيرا. ونتف بقول لك الراجل نتف شعر راسه، ايوه، ودقنه، وجلس متحير. لا انا لو عملوا التت، لو زكريا بوزروت جاب لي فتح لي ايه، فتح لي كوميدي مسرحيات، الا الشعر، الا شعر.
قبل كده بس. أول ما سمع بالكلام ده، ها بص رضاك بيقول لي أحلى يوم النهارده، ما حد كل ما يجي لي واحد في البث أبص عليه يقول لي أحلى يوم النهارده. ولله الحمد كل أحلامنا حلوة، يعني كل أيامنا حلوة ولله الحمد. أنا لما أسمع العقيدة بتاعت زكريا بزرط دي أعمل إيه؟ بفتكر النص ده على طول. بص النص بجد تحس إن هو النص بيقولوا عليه إيه؟ يعني يعني تحس كده إن النص يعني اسم على مسمى. النص ده جاي في وقته، النص ده جاي في وقته، عايز بس يتطبق. جلس شعره، نتف شعره وجلس متحير. يلا